السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذا الحوار الخاص عبر قناة الهداف. اذا اليوم سنكون مع واحد من اساطير الكرة الجزائرية، دولي جزائري سابق، هداف في المنتخب الوطني، لاعب من بين الجيل الذهبي لفريق شبيبة القبائل، ايضا نشط في عدة أندية عاصمية اخرى. هو واحد من بين لاعبين المشهورين على المستوى الافريقي وعلى المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي. اللاعب الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل سابقا جمال منا. مجر منات مليحة منات، ويا دبر أول تاتا من منات، أول هدف ضايع النقطة، مجر منات وأول هدف لصالح المنتخب الوطني. تنفيذ ركنية عن طريق فرجاني. فعلا بن يوسف بعد خمس دقائق من الشوط الثاني فرجاني نفذ ركنية، واستقبال جيد من طرف منات مسجل بذلك الهدف الثاني. تصبح النتيجة بعد ست دقائق الآن زوج أهداف مقابل هدف واحد لصالح الجمعية اللي كانت سباقة كما كان الحال في الشوط الأول. عمليات ماجر لحل منات، لا دخل. Après la reprise, les Rouges obtiennent la juste récompense de leurs efforts avec cette action. Vaucry vient de centrer pour Ménade qui marque. Cette fois, Valenconi est battu, mais Bastien. إذن شيخ جمال منات، كيفاش راهي الحوال مع رمضان قبل؟ الحمد لله انا متفاهم معاه. عادي عادي عادي، ما يغلبكش. نو خاطئ، نو اللي يجوني نورمال. انت شو نورمال؟ استدير الديبي سهل شويه، سهل شويه باسكو مازلنا مع لو ريتم هذاك تاع الفطور ايتو، مي ابري لا دوزيام كانزين سا فا كومونسي ابوزي شويه. اكزاكتو صح، بالك لو كان ديروا فلاش باك نعاودوا نولوا لي ديبي تاعك. انت كنت مشهور بيان سير مع شباب القبائل المنتخب الوطني، مي لي ديبي كامل كانوا هنا في العاصمه وفي البيار. هكذا كنت في البيار، في صفوف الاصاغر اصاغر، وتكونت وتحضرت في شبيبه الابيار. يعني كان في هذيك الفتره هذيك لعبت 3 سنين في شبيبه الابيار وحرزت على القاب، لقب تاع بطل الجزائر العاصمه وبطل الجزائر بلد. وبعدها مشيت جا اصلاح الرياضي، مشيت من البيار شباب بالوجداد، شباب بالكور انا ذاك، شباب بالوجداد لمدة 3 سنوات كذلك. كنت في صفوف على ليبوك كنا نقول لهم لي جونيور، لي U19 U20 ولا. حرصت مع شباب بالكور، حرصت على لقب تاع كأس الجزائر، ومنها مدة 3 سنوات التنباك كنت في الأشبال، وكنت نلعب في الفريق الأول سينيور.
يعني تمك لي بديت يعني نبين في روحي وكنت والتحقت بالفريق الوطني وانا كنت في شباب بالكور شباب الوزداد لعبت كاس العالم اشبال 79 هذيك نولي والهام الوالد تاعك ولي حتىك باش تروح للشبيبه ايه الوالد تاعي نصحني قال لي روح تمشي لتيزي وزو باش نكمل قرايتي باش نكمل قرايتي منها القرايه ومنها كذلك الفريق العريق والفريق اللي نحبوه كاع في العائله سافاج دسوها الور يعني الحاجه اللي جعلتني باش يعني نلتحق تماما بشبيبه القبائل هو انه كنت ندرس في الليسي عمار رشيد وكانت يعني الدروس هادو ما كانوش يسمحوا لي باش ندرب في شباب بالكور كنت ندرب مع شبيبة القبائل في سان جويي وسان جويي مع ثانوية عمارة رشيد كان 1 كيلومتر نروح لسان جويي نونطريني مع شبيبة القبائل وتعرفت باللاعبين تعرفت المدرب تعرفت بخالف وكان ان سيرتان خالف في عمارة رشيد كم سيرفيون جنرال هو اخ محي الدين خالف الله يطول له في العمر لحد الان ما زلنا في اتصال تماك ازدادت هذيك الروح وازدادت يعني حب الفريق وشفتهم يتحلوا بصفات احترافيه بقدرات يعني جلي فوي ان فيريتابل كلوب بروفيسيونيل وهذاك الشيء اللي زاد فيا يعني الرغبه باش نلتحق بالفريق في 79 جوستمون تحكيت دوكا سيتي كرمالي اللي استدعاك المنتخب الوطني رحت وشاركتو في كاس العالم واجهتو حتى الارجنتين تاع مارادونا سيتي ان اكسبيريونس سبيسيال مي سكو بون لا ماجوريتي دي جون تاع دوركا يعني ما على بالهمش باللي انا حرزت على لقبين افريقيين معك كرماني عبد الحميد كرماني الله يرحمه في صنف الاشبال وفي الاكابر صنف الاشبال ان 79 لعبنا لي دو فيناليست حنا ولا غيني كوناكري وصلنا اون فينال لعبنا لا فينال تغلبنا عليهم في لاغيني كوناكري وفي زوج تأهلنا الأدوار النهائية وصلنا في هذيك الفترة وصلنا حتى الكار دو فينال تغلبنا على الإسبان تعادلنا مع المكسيك ومع نسيت فريق آخر اللي كان معنا وصلنا كارت فينال مع مارادونا مع الارجنتين وين كانوا اقوياء علينا كانوا فريمون حنا اونيتي امبرسيوني بار الحطه تاعهم بار اللعب تاعهم بار لا تكنيك تاعهم القوه البدنيه تاعهم يعني ما قدرناش اون بوفي با ريفاليزي سانسيرمون عطاونا بان سكور دور مي وشن والله ارتحت لينا فرص للتسجيل انا بيرسونيلمون تحت ليا زوج فرصتين باش نسجل الهدف زوج اهداف والله ما سجلتهم لانه الحارس كان كبير كان وكيفاش عشت هذيك المباراه في الاطار كيفاش تخمم فيها بعد مارادونا من بعد ولا حاجه كبيره بيان سور مارادونا يا ودي نقول لك مارادونا كيفاش كنتوا تشوفوا فيه انتم مارادونا ديجا حنا داخلين التيران هكذا صفين هكذا داخلين التيران وحنا نخزروا فيه نشوفوا فيه عنده هيئه عنده يعني كاريزما عنده لين كوربيلانس الله يبارك هو قصير مي
il était trapu hakda, il était la corpulence tiao, tu es un véritable footballeur. Je me rappelle dès son jeune âge de mec, il avait un contrat avec Puma. Avec Puma. كلش بيما كلش يلبس بيما كلش أه. أبار وقيلة بان الكيب متاحهم على الأرجنتين سي أديداس مي هو كلش بيما صباط ترينينغ سور فيتمون كلش بيما إلافيان تريك بارتيكولي وحدو نخزرو فيه برك هكدا بان سولتيران يبرهن سولتيران ورا القدرات تاعو ورا القيمة تاعو الحقيقية. نتذكر قبل ما نلعبوا معاهم رحنا شفناهم ضد يوغوسلافيا لا يوغوسلافيا بهادي عمري ما حكيتها يبقى في الماتش مارادونا يعني افيك ان اكسبلو انديفيديوال دريبل واحد زوج ثلاثه اضربها من البعيد يعني كود بي دو لوا البالون تفشش دي غونفلا حتى بدلوا الكره هذه عمري ما حكيتها واليوم ما حكيتها تفكرتها هنا وين عرفنا باللي اللي تي امبرسيون هي اللي تي امبرسيون سي تي ان جيني والله سي الا في ان طالون بيرسون نو بوفي ليغالي ما كاش بون كاين مارادونا من تاتانيك كاين لونترينور زيفوتكو قال عليك باللي ان فورس دو لا ناتور في وقتها قال لك بلي يدرب يتحمل لونترينمون يدرب ميم مور لونترينمون وي كومام كاين كي كنت صغير دربت احنا يعني اون اي لا شونس دافوار دي زونترينور دي زيدوكاتور دي فيريتابل زيدوكاتور اي اونترينور اللي تهلاو فينا منذ الصغر انا سيسيرمون لا كوربيلونس تاعي يعني دو ناتور هكذا كنت هكذا عندي لي مسكيلاتور يعني امبرسيونونت ولكن كنت نخدم لو كان ما نخدمش بلا مسكيلاتور هذيك ما نقدرش نوصل للهدف تاعي ولا ما نقدرش ندير يعني ديزيفور ولا لازم ندرب وكي ندرب اكثر من لاعبين عاديين دونك وكنت نحب هذاك الشيء يعني باش الانسان يكون صريح عندما نختار مهنه او رياضه او لازم كي تمارس هذاك الشيء لازم تتقنوا لازم دونك انا كنت هذاك الشيء نحبه الكره القدم كنت نحبها ملي زدت نحب وكانوا لاعبين مثاليين ولاعبين يعني دي ريفيرونس دي انا جيتي فان دي سيرتان جوار زمان الالماس الله يرحمه كنا نشاهدوا به ونشوفوا الالماس وشوفوا لاعبين كبار كيما في سي ار بي الالماس كلام عاشور سلمي هادو يعني بور نو سيتي كهاد لي جوار هادو مي يافي دوتر جوار دو كرون جوار انت عشت شفتهم يلعبوا يعني شفتهم بعيني شفتهم بيسك انا جيتي ني اون 60 وانا 64 65 66 67 68 سي ار بي تخلقت اون 62 مي انا سي ار بي كنت نتبعها في لي زاني 60 ونتذكر بعض المقابلات هكذا وبعض الفنيات تاع الالماس الله يرحمه نتذكر بهم يعني كي نشوفوا ماتش مقابله سي ار بي موريديا سي ار بي ليسما سي ار بي نمسيو سي ار بي سطيف سي ار بي الناد يعني ما شاء الله كانوا لاعبين عندهم موهبه. جوستومون في سي ار بي كي تحولت انت من سي ار بي جي اسكا سيتي اون 81 يا في ان بروبليم وي علقاتك لافاف هذاك الوقت علقت ماشي لافاف وزير علاش صرات بون انا بكل صراحه انا تكلت على كانت واحد القانون هكذا واضح يعني الانسان اللاعب كي يكون في فريق وعنده مهنه تاعو تسمح له يروح يخدمها
في بلد اخر بلاد واحد اخرى باغ اكزومبل انا كنت في الجزائر غيرت البلاد رحت لتيزي وزو لاغراض شخصيه يعني حبيت نكمل دروس تاعي دراسه تاعي في تيزي وزو وكان قانون اللي يسمح لي لهذاك الشيء كيما القانون تاع واحد يكون في العسكر يبعثوه العسكر يبعثوه اي بلد اي ولايه من حقه يغير من حقه يغير الفريق انا تكلت على هذاك القانون القانون كان واضح ولكن ما سمح ليش هذاك الوقت هذاك واحد الوزير او توفى الله يرحمه طلبوا الرحمه طلبوا له الرحمه ان شاء الله دونك ما سمح ليش باش ندخل في الفريق تاع شبيبه القبائل سنيت حتى كان واحد الرومانيمو سنيت واحد 6 شهور ولا 7 برسك يعني برسك توتي سيزون برسك جاء رومانيمو هذاك تغير الوزير جاء وزير اخر هو تاني كذا توفى تاني كالوزير اخر الله يرحمهم كلهم درس الملف تاعي شاف باللي ظلموني تم يعني صرحني وتم عاودت وليت جات مع التتويج تاع شباب القبائل هكذا جات مع التتويج كأس إفريقيا وزنا سمعنا من بعد لعبنا مقابلة ضد مولودية وهران وغيرها وكانت هذيك المقابلة اللي وين تأهلت فيها أهلت فيها لعبت فيها وسجلت فيها والحمد لله يعني لو تيست تاعي مع الجمهور سيتي كونكليون بيا درت انت مع الاول مي سوزان اوتر نو تاع علاش اكزاكتومون مالغري هذيك العقوبه ولكن حبيت تريح شباب القبائل كان كاين في هذاك الوقت الله يعلم النصر ما كيداش لي كيما نفس الحاله صح نفس الحاله ومن بعد عاودوا لا هو لكن انت ما عاودش وليت اصريت انك تلعب شباب القبائل ولعبت في الشبيبه في النهايه علاش كنت فريمون كانت عندك هذيك الرغبه كبيره باش تلعب شباب القبائل تنفيذ رقميه عن طريق فرقاني فعلا بن يوسف بعد 5 دقائق من الشوط الثاني فرقاني نفذ ركنية واستقبال جيد من طرف مناد مسجل بذلك الهدف الثاني تصبح النتيجة بعد 6 دقائق الآن 2 أهداف مقابل هدف واحد لصالح الجمعية اللي كانت سباقة كما كان الحال في الشوط الأول هذا كما قلت لك من البدايه كنت نحب جياسكا نحبها يعني من قلبي وزيد بزياده كنت ندرس في معهد تاع العمران والبناء وما قدرتش نتخلى على فيزوج ما قدرتش نتخلى عليها عنهم قلت انا لازم ولو يعني نسكري في هذه لا سيزون هذه نبقى ندرب الحمد لله وصلت الهدف تاعي الحمد لله مسا شنو في لابيريود اللي كنت حابس كرويا كما نقولوا حنايا متوقف كنت تدرس في نفس الوقت كنت ندرس بيان سور كنت ساكن في تيزي وزو كنت وشنو فريمون شبيبة القبائل لو تيتر اللي فريمون قاعد لك في راسك ديت بزاف القاب الله يبارك مع شبيبة القبائل وشنو لو تيتر اللي فريمون ماركاك تاع الصح في الشباب تاع 95 مثلا من بين الألقاب اللي يعني حسيت بالفخر وحسيت بال يعني القدر هذا تاع 95 وكاين دوبلي 86 هذا 86 دوبلي جمع التتويج تاعي في الفريق الوطني حرزنا على التأهل المونديال في المكسيك ومقبلها 85 في أواخر 85 ديبي 86 يعني تحصلت على أحسن لاعب وأحسن رياضي في الجزائر يعني تتويج كان من كل جهات هذيك هي لا بيريود فاست يعني فريمون فاست اللي حسيت بأنه والله كنت مفخر
في لافينال تاع 95 الاحتفال تاعك كان بطريقه هستيريه يعني كون و اون بلوس دو سا في لي في دو ماتش علي ماتش روتو صح صح بورتون سي ليغاليزاسيون برك انا تمك والله جات هكذا سبونتاني جات حسيت بحاجه مانيش عارف ليبراسيون ليغاليزاسيون درت هذاك الشيء من بعد جي رياليزي بلي او ليغاليزاسيون درت هذاك الشيء عطيتها ديماراج واحد 100 متر من البيت حتى البون دو توش تاع جيسكا يلا الهدف Mais c'était une libération parce que là, je tenais à ce qu'on gagne ce match et à ce qu'on remporte le trophée. Parce que quand même, cash. Mais quand tu le sauveur, sincèrement, le but a été le déclic. Bien sûr, bien sûr. Mais j'y croyais toujours. Ah oui, 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 c'était pas facile. On était menés. Quand on a gagné 1-0. Mais. كنت متفائل والله غير كنت متفائل بلي نغلبوهم باسكو كي تكومباري بارابور للماتش علي الماتش علي كنا قادرين نربحوهم كنا قادرين ضيعت انا دوزيام بوت في الماتش علي الوس كيفي وماتش ريتور يعني كنت علاز جيتي علاز والله علاز مورالمون قلت ميم سي اون ايتي موني ميم اون ايتي موني تو قلت والله نربحوهم نربحوهم هنا وين اللاعب يكون كيكون تاكل على روحه ما يخافش ما يخافش يقدر يوصل للهدف تاعو. ما تشوفش باللي بالك كانت عليكم اون بريسيون زياده سورتو كو لي سوبورتور هذاك الوقت احتفلوا يعني مقبل كوم سي خلاص داو لا كوب هذيك الضربه كانت احتفالات كبيره في تيزي وزو حتى هنا في العاصمه بالك هذيك دارت لكم اون بريسيون شويه زياده بارابور والله سينسيرمون والله ما كنا نحسوا بلا بريسيون باسكو انا قلت لك سي توجور كي تكومباري مع بارابور ماتش علي ماتش علي شفنا باللي يعني احنا بحد ذاتنا احنا كنا نقولوا باللي سي با دي فوت دو غير سي با ان ادفيرسير يعني فور 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 بام مالغري سي سان كلوب نيجيريان اي تو لي كلوب نيجيريان زمان كانوا اقوياء كانوا اقوياء كنا نقولوا مي هذاك الفريق هذاك ما كانش يظهر يعني فور 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 بالبزاف سي بو سا كنا متفائلين شويه دونك لا بريسيون بوتيت سي تنستالي كي ماركاونا وين حبينا نعاودوا نوليو لو ريزولتا با نيمبورت كان موان سيتي لو كارت دو فاسون اه وي لو ساكر هذاك بزاف يقولوا بلي مناد لعب ماتش لا 90 دقيقه ما حبستش بورتون جيتي بليسي بورتون جيتي بليسي هادي ما سي جيتي بليسي على كويس مش انت البونداج هنا على كويس جافي ان بوين بورتون جي شوف لو كان فورسيت 100% كنت نتقطع باسكو لو بوين هذاك سي ان ديبي تاع ان كلاكاج سي ان ديبي دونك سي بور سا كو Je me préservais, je faisais attention. Il y a eu une certaine retenue, ben je mène un roche à fond. Quand j'étais à fond, déjà flalé, quand me blessé, ce qui m'a coûté le ratage de deuxième but fait Nigeria et le deuxième avant d'égaliser fait Saint-Juillet. Parce que quand tu es en Algérie, mais la course elle était limitée, ma belle. Une anecdote avec la salle de Fadik, la finale, mort de Twitch. Mazel que tu fais la lock. غير تفكر لا فينال تتفكر هذيك الحادثه بالك اللي صارت لك مرت تويج والله ما بالك الاحتفالات بالك الاحتفالات سيسور ني شافي حكمت السياره تاعي نو هذيك اون 86 جوست ابري لو ساكري تاع الكوب دافريك
اه لا كوب دالجيري مشيت بالطوموبيل رحت دزت على الغاشي شافوني هكذا بالطوموبيل تاعي وقريب قريب كسروها لي مزيه بيا في الشومه هكذا وما كاش الغاشي ورحت هذيك 95 كنت نستنى العوده تاعي لتيزي وزو باسكو الاحتفال كبير كبير كان في تيزي وزو نشار حنا لا بريزونطاسيون دو تروفي اي تو في لونسيان ميري تاع تيزي وزو في الطحطاحه هذيك وقفنا كاع هكذا ورينا لا كوب الغاشي كان ماري يمان تماك ورينا التروفي تو وكانوا فرحانين الشعب كان فرحان والسيبورتير فرحانين اي تو وانا جيت فريمون تري كونتون تري كونتون كل حاجه لانه بارا سويت اون افي داروا ان دوكيومونتير علينا على جي اس كا ابري التتويج تاعنا اي تو سألوا المتفرجين سألوا الآخر قاعدين يهضروا غير الحاجة اللي مليحة الحمد لله تقريبا في لافان تاع الكاريير تاعك كنت جوار ومن بعدك وليت اونترينر بعد استقالة جعفر هاروني الله يرحمه كنت اونترينر ادجوان كابيتان ديكيب كنت معاه هو كان مدرب اساسي تماك اللي بديت مدرب تماك اللي قمص المايو تاع لونترينور كنت مساعد مدرب وكنت واسمه كابيتان ديكيب حرفنا على دينا شامبيونا كوب دافريك ومن قبلها انت ما كنتش معاهم كنت لي ديبي جافي اونطامي لي ديسكوسيون اي تو دولا كوب دالجيري مع نشافي مع ايمن ليلى وقيلها مع ايمن ليلى يقولوا بالك من لي زانيكدوت تاع سفريات الى افريقيا يافي كونتر هارت اوف اوكا قيلا حمناد ومفتاح تالمو كان كاين ناموس بزاف ما باتوش في الشومبره باتو في لول اي بان جوستومون في هذاك الماتش ما كنتش انا تماك ما كنتش معاهم باسكو كنت في الالمان كنت نجوز ستاج تاعي بقيت انا قعدت واحد اما في الالمان درت باش بور افوار لو ديبلوم دونترينور لا ليسونس ا مش سمعت بها وجاني الضحك خرجوا تاع الناموس بزاف خرجوا نو مي الناموس هذاك ماشي يقرص ياكل الناموس في الافريك ياكل بون هذه بالك جياسكا في بالي بوك في في الاونه الاخيره دوك فريق شباب قابيل راهو تمنى شركه موبيليس شرات الاسهم تاع النادي خلاص نوفالير شبيبه بعد سنوات من صراعات داخل النادي اسكو تشوف بلي بهذه الخطوه ان شاء الله شبيبه تعاود تولي ان شاء الله للمجد نتمنى ان شاء الله نتمنى توصل الهدف الصح الهدف اللي الناس كل انصار شبيبه القبائل يتمناوه هو البقاء في القسم الاول يعني عمرها من نهار طلعت شبيبه القبائل من 69 عمرها ما هبطت ان شاء الله ما تحبطش لانه بطوله بدون شبيبه القبائل ما هي بطوله كون لو فيو با سي با باسكو نلعب جياس كايتو من الناس كامل تقولها مام لي سو كي سون با جي اس كاي تو يقول لك يا ودي الشامبيون بلا جي اس كا بلا مولوديا بلا ميسي وبلا سطيف بلا هادو لي غران لي غران زيكيب هادو ما سانا با دو انا بور ريفنير موبيليس سو بوفي دوكسيجين على الكل حال مليحه مي جوري مي لو كان جات من قبل من البدايه علاش لو كان جات من البدايه هادو المسؤولين هادو تاع النادي والمدرب عندهم وقت يعني يجلبوا لاعبين فالابل لاعبين ملاح عندهم مستوى عندهم قدرات هكذا باش شبيبة القبائل تقدر تلعب على الادوار الاولى دركا جات
l'insan il va pas cracher dessus, bien sûr. C'est une bouffée d'oxygène, mais lequel il faudrait que les joueurs, l'entraîneur, le staff, les dirigeants, il faut qu'ils s'unissent. Et je lance un appel beaucoup plus aux supporters. Ils disent, on a un des supporters flan, l'autre supporter flan, supporter la JSK. Je leur demande de s'unir pour encourager l'équipe. Elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin ni bêche, ni joueur, ils se rendent à l'aise qui drôle sur le terrain, ftizi ou zo, mais les gens qui drôle belkhouf. Mais les gens qui drôle ou itraad. Mais les gens qui drôle avec la peur de mal faire. Ou quand ils drôle sur le terrain, ou ils ne se tisguent, 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 à domicile. Là, on n'arrive pas à gagner à domicile. C'est parce que il n'y a pas assez d'encouragement, il n'y a pas assez de soutien derrière. Donc les supporters doivent s'unir pour encourager, pour booster les joueurs. Ils doivent s'unir. Je vois que le niveau de elle s'est qualifiée même dans le Botola. Dans le Mokabil, dans le Botola et dans le Mertaba, avant l'akhir. Tu as fait un وين راهو لو بروبليم اكزاكتو في المنافسه اللي اصعب شبيبات حق التاهل تقريبا بسهوله وفي المنافسه اللي اسهل مقارنه بالبطوله الافريقيه راهي تعاني وفي بعض الاحيان يعني تخسر نقاط بطريقه غريبه في رايك شنو لو بروبليم شوف انا توتالور في المقدمه هذيك جي اكسبليكي باللي هاو اللعاب تاع جي اس كي واش لازم له هذا هو اللي وصل ليه الفريق يعني في البطوله يعني سيرتان كومبلكس اللي خلق فيهم في لي جوار البطوله قالوا نلعبوا مع فريق في تيزي وزو ما لازمش نخسروا دائما تقعد في بالهم يعني هذيك العقده هذيك تكون عقده في راسهم باللي رانا افون ديرني كيف نديروا لازم نربحوا الفورس تتاح ومنسجلوش الأنصار راهم مورانا وراهم ضدنا مي بار كونت ان كوب دافريك لا بريسيون هادي لا تونسيون هادي انيكزيست با بتيت دون لا تيت دي جوار يسو ديز بلي ماناش الأنصار ما عندهمش ما يهتموش بهذا الشيء هذا يقول لك حنا لسي البطوله ما لازم نسلكو بوتات راني بالك راني غلط بوتات مي واشن يفودري كو لي جوار ينحيو من هادشي هذا من راسهم هادشي هذا دركا ما بقى لهم بقات لهم حاجه جيري ماتش بار ماتش ميم لا كوب دافريك ميم لا كوب دافريك يفو لا جيري ماتش بار ماتش كيما الشامبيون يفو جيري ماتش بار ماتش دركا في الشامبيون دالجيري Les matchs qui restent pour la JSK, c'est des matchs de coupe. C'est des matchs de coupe. À Tizi Ouzou, il faut s'imposer, il faut gagner. Il faut gagner. Mais je crois qu'il faut gagner par n'importe quel moyen. Non, il faut gagner sur le plan footballistique. Avec l'art et la manière. Il faut s'imposer. Comme ils arrivent à s'imposer en Coupe d'Afrique, ils peuvent le faire en championnat. Peuvent le faire, pourquoi pas, علاش mais si dans leur tête كل واحد عنده حاجه في مخه اللي تجعله انه يفقد امكانيات تاعو يفقد الاخر ça ne va pas marcher ويدخلوا تيرا avec une certaine peur هذه ماشي مليحه sincèrement انت على كل حال لعبت في شبه الطبيعي راك ابن النادي لو كان دوك الاداره الجديده هذه تاع موبيليس وكان بالك يستندوا عليك في الاداره يعيطوا لك بالك تروح تساند فريق دعم للفريق في منصب اداري معليش بالك كومون ترينر بالك بالك انت راك لا شوف تروح شويه في لو مومون هذا لا بور لو مومون هذا راني جبد روحي شويه مي ان شاء الله انا نتمنى ان الفريق
يسلك من الـ من الـ من الهبطه ويكون تجديد العام الجاي ان شاء الله، يكون تجديد في الطاقم الفني ولا في الطاقم الاداري ولا في الطاقم كي نقول الفني يعني كاع لورغانيغرام، كاع لورغانيغرام ماشي غير ستاف تكنيك تاع لي سينيوريتي، كاع لورغانيغرام نقدر نساهم في هاد العمليه هذه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كاين بالك واحد النقطة مهمة في كاع الأندية لي سوبور، ماشي هذا أمر ماشي متعلق بشبه القبائل فقط وإنما بكل الأندية اللي داو شركات مؤخرا داتهم شركات وطنية. المناصر يشوف باللي هاد الشركة الوطنية اللي تحكم لو كلوب هي حل اللي ربما راح يخرج النادي من دوامة المشاكل والصراعات في الإدارة واللاعبين ماشي خالصين إلى غير ذلك. لكن في نفس الوقت أسكو هذا هو الحل ولا لازم هاد الشركات الوطنية يرفقها أيضا تسير جيد باش يكون كاين مشروع ناجح في هاد الأندية؟ بطبيعة الحال يعني لو سوتيان فينانسي ماشي غير وحده اللي يجي، لازم يكونوا رجال دي كومبيتونس ناس ديزانتيريسي، ناس ديفوي، لازم يكونوا هاد الناس هادو على راس هاد الفريق هذا. باسكو لو سوتيان فينانسي هذا وبتسيير عشوائي وتسيير مش عارف كيفاش ما يديكش النتيجة إيجابية، ما يديكش. دونك أنا يعني أمنيتي أنه العام الجاي إن شاء الله ولا حبة موبيليس هذه يعني تكون شبيبة القبائل، يعني مثالي في كل النواحي، يعني تسترجع الهيبة تاعها، تسترجع القوة تاعها والمرتبة تاعها كما زمانيتو. ألفي أبيل موبيليس لو ريسبونسابل بريمير ريسبونسابل دو موبيليس او حاكم لو كلوب الى لو شوا دي شوازير دي جون كومبيتون، دي جون يعني كي جون كريديبل عندهم ثقه مع الانصار مع الميديا مع هذا هو، يعني تكون بداية مليحة باش يكون مشروع، باش قاعد يتفاهموا على مشروع. فيما يخص الملعب الجديد في تيزي بسو كامل شفنا باللي تحفة معمارية فريمون بيجو كما يقولوا بالفرنسية. انت بالنسبة لك واش تشوف هذا الملعب اسكو تشوف كيما راهم يشوفوا بزاف ناس بلي سيتا ناتو بالنسبة لمنطقة تيزي بزو وبالنسبة لفريق شباب الكرة الجزائرية على العموم؟ بيسير المنطقة حاجة مليحة، حاجة روعة، يعني مفخرة للمنطقة، مفخرة للفريق إن شاء الله بركة. ولكن كيكون هادو المنشآت هادو ce qu'on appelle les infrastructures de compétition لازم من جهه واحده اخرى لازم يكونوا منشات تاع الفريق. حنا نشوفوا بعض الانديه عندهم من نهار حكمهم هاد الشركات هادو صرفوا مليارات ما قدروش يبنيوا ستاد ولا ان بتي كون دونترينمون وين يقدر الفريق تاعو يدرب في هذاك الكون هذاك في دون ان كليما سان ودون اون ترانكيليتي بيان تروش. دونك لازم نوصلوا لهذاك الشيء، المنشآت الرياضيه تاع المنافسات راهم كاينين درك، لازم المنشآت تاع التدريب تاع التكوين تاع التحضير هذا هو، ما لازمش نكتفوا غير بالمنشآت تاع المقابلات ولا، لازم المنشآت تاع التحضيريه والتكوين
إذن مشاهدينا كان هذا الجزء الأول من حوار جمال مناد دولي الجزائري السابق ولاعب شباب القبائل سابقا، وتتابعونا في الجزء الثاني. 88 توفى بابا الله يرحمه، دونك كنت في ظروف يعني سيئة، ما يعني مونطالمون ما كنتش مليح كاع. كيف تجيب واحد جامي يلعب بمقابلة، نص مقابلة في التصفيات، وتجيبو تديرو ديريكتومون تكونفوكيه يروح لاكوب دي موند خيخوني تو، كانوا تغلبوا علينا يعني تغلبوا علينا بطريقة ماشي رياضية سانسيرمون. في ليكيب ناسيونال أليت دون اون بيريود دو ترانزيسيون، مي أنا كنت من عشاق تاع الألماس الله يرحم. لازم تفرق بين لاعب أسطورة ومدرب، خلاص مدرب خلاص ما راش مدرب.